توا 3 أشهر من اللي تخلصت تونس من طاغية، فهالثلاثة أشهر هذوما ضيعنا منهم شهر ونصف تقريبا نتيجة الارتباك بتاع الحكومة الأولى الانتقالية والحكومة الثانية الانتقالية بتاع سي محمد الغنوشي. هذا الارتباك اللي خلانا اليوم نعاني والبلاد تعاني من جراء عدم الاستقرار الأمني وعدم الاستقرار الاقتصادي. تحلت الشاهي عن برشا ناس وفما شوية تجاوزات خلات يعني حقيقة الثقة ما رجعتش، وكما ترجعش الثقة بدون شك الأمور تمشي في الاتجاهات الكل، هذا بدون شك نأسفوله. لكن اليوم يلزمنا زادا نقروا وأن بعض أشياء هامة وقعت يعني في الاتجاه الصحيح، سواء كان فيما يخص حل التجمع الدستوري أو حل البوليس السياسي. لكن لربما الأهم من هذا بالنسبة للعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة هو أن الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة حققت بفضل المشاركة بتاع أغلب القوى السياسية وأغلب قوى المجتمع المدني والشخصيات الممثلة للجهات، حققت أشياء هامة في الاتجاه الصحيح. أولها وأن عملية الانتخابية المبرمجة لجويلية 24 العملية هذه أصبحت خارجة على نطاق وزارة الداخلية، وباش تشرف عليها هيئة وطنية مستقلة اللي تضمن الشفافية والتعددية الحقيقية لهذه الانتخابات. الشيء الثاني وهو كذلك هام هو اتفاق الأطراف السياسية والاجتماعية على المنظومة الانتخابية ونظام الاقتراع حسب القوائم، حسب كذلك النسبية، وحسب قاعدة الأقوى البقايا. هالمنظومة هذه تسمح باش كل الأحزاب كل الأطراف السياسية تكون ممثلة، حتى الأطراف المتوسطة الحجم والصغيرة، وهذا زاد كذلك نجم يدفع على الأطراف هذه جديدة خاصة الأحزاب اللي جاءت بعد 14 جانفي باش تتوحد مع بعضها وتتجمع حتى تكون لها قوة حقيقية وتكون موجودة في المجلس الدستوري. الهدف اليوم الأصلي هو أن يكون هذا المجلس فيه أغلبية واضحة للقوى التي تحمل مشروع مجتمعي متقدم عصري منفتح على العالم، منفتح على العلم، منفتح على القيم الإنسانية. وهذا مش معناها مجتمع غير أصيل متشبث بجذوره العربية الإسلامية. هالمشروع هذا هو اللي قاعدين نعمله من أجل تحقيقه، وبنحبه يعني نتوحدوا نجتمعوا ونحاولوا باش نتلاقاو مع كل القوى التي تؤمن بهذا المشروع. من أجل ذلك التكتل قاعد ينشط، أحيا العيد 17 منذ تأسيسه، وقام باجتماعات شعبية في عديد المدن البلاد يعني من الجنوب إلى الشمال. لكن إلى جانب ذلك التكتل التحقت به عناصر وكفاءات يعني مكنته باش اليوم قاعد يعد في برنامج مش برنامج انتخابي، برنامج بديل لتسيير البلاد، وبرنامج حكومي إذا كان انتخبتوه وقفتوا معاه والتفيتوا حول التكتل. البرنامج هذا باش نعلنوا عليه في القريب العاجل، وباش يتجاوب مع طموحات الجماهير، وباش يكون دائما الهدف نتاعو اقتصاد وطني، القرار مستقل، خدمة العدالة الاجتماعية، التصدي للتفاوت الجهوي اللي قاد البوعزيزي الله يرحمه باش يضرب في نفسه النار. أخواتي إخواني أيها التونسيون أيتها التونسيات، تونس اليوم في دينا. هالتجاوزات اللي اليوم موجودة وما زالت موجودة في بعض الجهات واللي تهدد قطاع الشغل، تهدد مؤسسات فيها مئات ومئات العمال، نحن ننادي ونؤكد على أن حماية الثورة يدفع ويطلب من كل المواطنين وكل النقابيين باش يتحملوا اليوم مسؤولياتهم، والأحزاب السياسية كذلك، باش يطمنوا
وباش يقول وأن هنالك موعد اليوم لابد أن نستعد إليه، ونهار اللي باش تولي تكون عندنا حكومة لها الشرعية اللازمة ومجلس تأسيسي منتخب ويعكس الإرادة الشعبية، عند ذلك نسطر البرامج لإخراج تونس من هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدني. ومرة أخرى نقول لكم اليد في اليد نبني تونس الغد.